السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال يا رب العالمين. كما كتلاحظوا اليوم جيت نصور معكم دونات اللي هما رائعين وخفافين. نحتاجوا هنا المكونات، عندنا 5 كؤوس نتاع الفارينة، وعندنا كاسونس نتاع الحليب والسكر، وعندنا كذلك 2 ملاعق زبدة، والخميرة العجين وخميرة الحلويات، وبيضة. هنا هاد الحليب راني دفيته يعني قليلا، ما خصناش ندفيه بزاف. هنا غادي نرطب فيه الخمارة، يعني هنا كاس ونص ما يساوي يعني كاس العنبة، هذا الكاس يعني كاس ونص العنبة يعني انت الحليب دافي. هنا عندي 2 ملاعق كبار من السكر سنيدة. هنا ملي نديرو سنيدة غادي نضيفو الخميرة، نحتاجو هنا كذلك ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهذه تتفاعل يعني مع هذاك السكر. كذلك هذه نحتاجو هنايا 8 غرامات نتاع سكر الفاني، او اللي عنده نكهة الفاني يدير نكهة الفاني. كذلك بيضة، وهذه نخلطوا هاد المكونات، وهذه نضيفوا عليهم القليل من الدقيق، ونخليهم نخلطهم كذلك، ونخليهم تفاعل هذيك الخميرة او تفاعل قليلا، نصبر عليها 5 دقائق او اقل حتى يعني تذوب هذيك الخميرة، ونزيدو المكونات الأخرى. هذه نغطيها هكذا قليلا، واحدة يعني بلاصي غذائي ولا شي حاجة. بعد ما تفاعلت لنا الخميرة، هذه نزيدو المكونات اللي عندنا. هذه نضيف قليل من الدقيق، وهذه نضيف الملعقة نتاع الملح على حسب يعني الذوق، ملعقة دسو وقليلة، لأن هذا الملح شوية يعني ماشي ما يعني ما كتقرش كيف كنقولو. وهذه نبقى نضيف الدقيق شيئا فشيئا، وأنا كنخلط، لأن هاد الدقيق راني ديجا عبراتو 5 الكؤوس نتاع العنبة. يعني هاد الخليط يعني هاد الدونات ما هادش يجي يعني الخليط جاري، وانما هادي يعني الخليط يجي متماسك وماشي قاسح يعني بزاف، يجي يعني واحد يعني نقولوا ماشي جاريه وماشي قاسحه بزاف، كتجي متماسكه فقط. هنا ضفت خميره الحلويات 8 غرام، هادي فيها 11 غرام، خليت منها القليل. وهذه نزيد نضيف كذلك الفارينة، وانا نبقى هكا نخلط حتى يعني تندمج الفارينة، نشوفو شحال هذه تدخل في هذا الخليط نتاع يعني الفارينة. كاين الفارينة اللي تشرب وكاين الفارينة اللي ما تشربش. انا خدت لي 5 الكؤوس نتاع الفارينة، وضفت هنايا هذيك الزبدة، وبقيت كان يعني ندخلها في هذاك العجين، وضفت كذلك كان باقي لي قليل من الدقيق ضفته. وهذه ندلكوها، ان هذاك المقطع نتاع الفيديو ما تصور ليش من اللي ضفت الزبدة. وهذه نبقاو ندلكوها هكا جيدا حتى يعني تندلك هذا العجين. حنا كندلكو فيها مزيان باش تجينا يعني هذوك الدونات خفافين وما يشربوناش الزيت. هنا اللي بغى يديرها يعني بالماء، هاد العجينة عوض الحليب يدير الماء، وعوض يعني الحليب يدير كذلك الحليب بودرة، وفي بلاصه يعني الحليب كيف نقولوا يدير الماء.
كتجي حتى هاد الدونات كيجيو رائعين بالماء والحليب يعني الجاف. نبقاو هكا ندلكوهم وحنا كنخبطوها هكا على سطح العمل حتى تندلك جيدا، ونشوفوا العجينة يعني مدلوكة ومتماسكة. هذه نجيبو قليل من الزيت وندهنوها، وندهنو واحد الوعاء فاش غادي نديروها تختمر، ونغطيوها باش هكا ما يدخلهاش الهواء، ودير واحد القشره الفوق العجين ونغطيوها ونخليوها تختمر يعني جيدا حتى نصف ساعه على حسب درجه الحراره البيت. وهنا بعد ما اختمرت العجين هذه نقطعوها ان شاء الله. كيف تشوفوا هذا القطع الكبير نتاع البلاستيك كيوازي هذا القطع عندي من الحديد، لان شي شويه ديال الحديد كيكون شي شويه ماضي على البلاستيك. هنايا بعد ما كيف شفتوا اختمر العجين، هذه نحيدوه من هذاك الاناء ونسرحوه على سطح العمل. اللي بغى عنده يعني اتساع في سطح العمل وبغى يسرحها هكا خطره واحده يعني كيف نقولوا يسرحها، غادي نقسمها هنايا على يعني قطعتين ونشكلها يعني دائره ونولي عاد نسرحها. واللي بغى يعني يسرحها هكذا باش تحتفظ على يعني ما يجيش فيها هذوك التنيات يسرحها هكاك. وهنا نحاولوا اننا ما نرقوهاش، انا هنايا شي شويه رققتها يعني خاصها تجي فيها واحد السنتيم وشويه على يعني بحال نقولوا واحد الاصبع هكايا تجي في الغلط. انا ما غلطتهاش جيدا. وهنايا غادي نحتاجوا لواحد قفاله ولا شي يعني شي قوم هكا اللي غادي نحيدوا به، نحاولوا ما يكونش كبير بزاف. انا شي حبات اللي كنت درتهم كانوا كبارين، وعاد درت واحد لهذا اللي جا يعني ما جاش ديك الخويه في الوسط ضيقه وما جاتش عريضه، جات مزيانه. وهذاك الاول ما جانيش يعني حتى تما وبدلته بهذا، جات الخدمه ديالو زوينه. وهنا استعنت بهذا الورق الطهي، قطعت مربعات هكذا فاش يعني هذه يختمر، وملي نكونوا نقليوهم نحطوهم يعني في المقلات باش يحتفظوا على الاختمار ديالهم وما ما يهبطش ليهم الاختمار. هنا جبنا الزيت ودرناه في واحد المقلات اللي غادي نقليو فيها. بعد ما اختمرنا يعني جيدا هاد الدونات اختمروا جيدا، وان شاء الله هذه نقليوهم. كيف كتلاحظوا راني هنايا درت كميه لا باس بها، خرجت لي هاد يعني هاد الخمسه ديال الكؤوس الدقيق. وهنا غادي نشوف يعني الزيت واش سخنت جيدا اما لا. هنا نحاولوا ان الزيت تكون سخونه جيدا عاد باش نضيفوا هاد الدونات باش ما يشربوناش الزيت. وصراحة هاد الطريقة وهاد العجينة اللي درت معكم ما جاوش فيهم نهائيا الزيت لداخل، ما شربوش. كيف غادي تلاحظوا غادي تشوفوا الزيت اللي درتها في المقلات قعدت يعني هاك في المقلات ما تشربوش، وجاو خفافين. كيف تلاحظوا هادوك اللي في الوسط حيدتهم راني كنقلي فيهم، شتو كيفاش انتفخوا وجاو خفافين ملي كنت كنقليهم، ما بغاوش كيدوروا بقاو على الوحدة يعني كيرجعوا لي على واحد الوجه. هنا غادي نحيدوا يعني هذاك الورق هكذا باش نقطروه من الزيت باش يعني يطيبوا على خاطرهم. هذا يعني هذا الورق اللي كنديروه هكايا بالنسبه للمبتدئات اللي خافوا ان يعني ما يخافوا بالزيت او يخافوا يقيسوا يديهم من الزيت يديروا هاد الورق. واللي بغى يعني ما يديرش هاد الورق ديريكتومون يحطو في المقلات يحطو. هنا كيف شفتوا انا راني نضيف الزيت هكا ماشي على انه باش ينتفخ، وانما ملي نقلبو باش ما يتخسرلوش الوجه وما يديرناش واحد شي فقاعات هكذا ويطرطقوا هذوك الفقاعات باش يبقى محافظ على الوجه ديالو، يجي املس وما يجيناش كيف
السفنج فيه هذوك البواوق، يحتفظ على هذاك الوجه ديالو ملي كنضيفوا له الزيت، يجي وجهه لامع. ونبقاو على هاد الطريقه، نقليو هاد الدونات حتى ان شاء الله نكملوهم. هنا كيف لاحظتوا هذوك الكريات الصغار ما بغاوش يدوروا على الوجه الاخر، بقاو على واحد الوجه فحيدتهم. ونقطروا هنا كيف الطيب خص كيطيب ديريكت على واحد الوجه، نقلبوها عاد على الوجه الاخر ديريكتومو. وهنا كيف شفتوا راني كنحيدهم يعني ونطيبهم حتى يعني بلا ورق، لانه كياخذ شي شويه الزيت ملي كتحيدي كينقص يعني في الزيت بالمقلات. بقيت نحيدو يعني هكا ونحطو، واللي خافت الزيت يعني انها تقيس يديها بالزيت فتستعين ب هكا بواحد هاد الملعقه هادي هاد الصفايه، ودير تحطهم فيها وتحطها هكا على الزيت بهذه الطريقه، وهكذا ما تقيسش يديها بالزيت. كيف شفتوا كيف قلت لكم كنضيفوا هكا الزيت على الوجه باش يجي الوجه ديالو املس وما يجيوش فيه هذاك البواوق. كيف شفتوا هذه اللي وريتكم يجي له وجه املس هكا ملي نديروا له الشوكولات على الوجه ديالو ما يتخسرش. ونبقاو نقليو حتى نكملوا هذه الكميه. بعد ما نكملوا الكميه هذه هنايا نديروا التزيين، وكل واحد على حسب يعني الطريقه اللي يزين بها. هنا ذوبت الشيكولا البيضاء والشيكولا السوداء على حمام مريم، ودرت في الشيكولا السوداء واحد الملعقه نتاع الزيت باش تجي شي شويه خفيفه وما يعني ما يرفدونش بزاف نتاع الشيكولا. وبالنسبه للشيكولا البيضاء ما ضفت لهاش، لان هذه جا هي راها غير بزبده الكاكاو خفيفه، ونحاولوا اننا ملي نغطسهم في الشيكولا نهزوهم هكا بهذا الطريقه باش تسرح الشوكولات وتجي لامعه. ونحاولوا اننا نقلعوا الزوائد هكا باش ما يجيوناش عامرين يعني هزين بزاف نتاع الشوكولات. ويبقى التزيين اختياري، عندكم حبيبات السكر للتزيين او حبيبات الشوكولاته، الواحد يبقى له الاختيار. وكذلك اللي بغى يلون الشوكولات الابيض ويدير الالوان يعني كذلك يبقى الاختيار، بيغ مثال الشيكولا حتى هي كذلك يجي يعني تزيل الاطفال. انا هنايا كانت عندي فقط الشيكولا البيضاء والسوداء، اكتفيت بالتزيين بهم فقط، وجاو صراحه رائعين وجاو خفافين وما فيهمش نهائيا لدخل، ما جاوش شاربين الزيت. وكل وحده يعني كيفاش يعني زوقتها بطريقتي الخاصه، يعني كل وحده وكيفاش درت لها الشكيلات هكا انواع، صراحه يعني جلسوا حتى يومين ثلاثة ايام حتى لاربع ايام يعني كيبقاو خفافين ويبقاو يعني محتفظين على الاخر ديالهم ما يبسوش صراحه، كيجيو رائعين. وهنايا كل من اللي كنديروا شي شرطه او لا كنخصنا ضروري نمسحوا بواحد الكاغيت او سوبالا يعني كيف نقولوا هكا باش الشيكولا ما يعني ديك الزواقه ما تجيناش مخلطه بالشيكولا ويجيونا اشكال رائعه. عفوا. ونبقاو على هاد الطريقه نزينو وكل واحد وطريقته في التزيين، يبقى داكشي اختياري. المهم هو ان يعني الشكل نتاع الدونات يجيو خفافين.
عفوا الصوت ديالي تبحبح مع شربنا الماء بارد. كانت عندنا واحد الموجه نتاع الحراره هذه 3 ايام هنايا في باري. صراحه كان واحد الاريفي كيف كان نقولوا، واحد الهواء اللي هو سخون سخون بزاف، ما نقدرش نحلو السرجم والسخونيه بزاف. الحراره دازت هنايا ولحد الان عاد كاينه الحراره. ونشكركم جزيل الشكر على المشاهدة ديالكم وعلى التعليقات الرائعة، وسمحوا لي إلى قصرت يعني في حقكم اللي ما زرتوش. إن شاء الله هذه انظر البيت كيف نقوله دياله، إن شاء الله راني الوقت شوية ما كاينش، وسمحوا لي يعني في هذا السيمانة راني قصرت شي شوية بزاف اللي ما مشيتش لعندهم. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، وسمحوا لي الى طولت عليكم في هذا الفيديو، والى عجبكم يعني هاد الدونات وطريقه التحضير ما تنساوناش بلي لايك، واللي ما مشتركش عندنا في القناه يشترك فضلا وليس امرا هكذا باش يصلكم كل جديد ان شاء الله، وهكذا باش تكبر البيت ديالنا والعائله ديالنا. وشكرا لكم مره اخرى، ودمتم في رعايه الله وحفظه الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هل تريد ان تتعلم 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 ان تتعلم